عيدكم مبارك سعيد، مش ما كنتمنوا ان شاء الله الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وطول العمر. اليوم جبت لكم واحد الحلوى كتجي خفيفة وظريفة، سهلة مهلة، كتعدل غير في التلاجة وصافي. وهنتوما معايا تشوفوا الطريقة ونعطيكم مقادير ديالها وفرجة ممتعة. كنحتاجو نص كيلو دبيان مقشر ومطحون مزيان، واللطة ديال نيسلي كراميل، واحد كاس ديال كيكس مطحونة، اي كيكس تكون متوفرة عندكم، وواحد كاس ديال اللوز مطحون المرة الاولى، والمرة الثانية كنطحنوه مع السكر بقشور ديالو. ودابا من بعد ما خلطناهم غنزيدو نيسلي كراميل، نعملو واحد جوج معرف ونبداو نخلطو على حسب المهم عيننا وميزاننا. بالنسبه للعجين انا دات لي 3.5 معارف باش تجمع لي العجين كامل، وانتوما كل واحد وشنو تديلو. المهم كتجي واعره بزاف، ولا كانت عندكم العسل بغيتو تزيدوها زيدوها، الا شي مغروفه ولا جوج معارف حتى هي كتجي بها مزيون. صافي من بعد ما تجمعت لنا دابا نبداو نكوروها على هذا الشكل، وغنعملوها في هذا السيليكون هذا. من بعد ما كملنا دابا ندخلوها للثلاجه لمده نصف ساعه باش تبرد مزيان. وهانتوما كيف كتشوفوا دابا من بعد ما بردت كنجبدوها على هذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا الشكل ديالها وخرجت لنا هذا الشيء كامل، خرجت لنا اكثر من 30 وحده. هانتوما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله شحال خرجت، وعاد هاد السيليكون هذا كبير ماشي صغير. ودابا من بعد ما سخرنا شويه نيسلي هذاك نيت اللي كان باقي لنا الكراميل، غنعمروا بها القلب ديال كل وحده على هاد الشكل هذا. المهم كتجي مزيونه بزاف، جربوها كتجي رائعه وغزاله في المذاق. وحاجه اخرى عملوها في الثلاجه، ما تخليوهاش على برا باش ما انتم عارفين دابا الحراره وداكشي. وشكرا بزاف على المتابعه، وكنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ومرحبا بكم مره اخرى، وشكرا بزاف على التعليق ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. وباي باي، مع السلامه الى فيديو جديد، وعواشركم مبروكه، باي باي.